وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتني بارك الله فيك وفي الإخوة المستمعين عن مقطع لشجرة يقولون أنها الشجرة التي استظل النبي صلى الله عليه وسلم تحتها لما كان في رحلته إلى بلاد الشام متاجرا في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وأولا نقول إن هذا المقطع ليس صحيحا، وسأتكلم مجيبا أولا عن تتبع الآثار المزعومة من هذا النوع وبيان أقوال الأئمة وحرمة ذلك، ثم أعرج لكم على كذب هذا المقطع من الدراسات العلمية والكلام لأهل البوتاني أو علم النبات المختصين في هذا الباب. أولا أيها الكرام الفضلاء، من حيث الثبوت السندي لم يثبت في ذلك شيء، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استظل تحت هذه الشجرة في طريقه إلى رحلة الشام. بل أيها الكرام الفضلاء المباركون، إن هناك من الباحثين، طبعا الشجرة هذه أين تقع؟ الشجرة هذه اسمها شجرة البقيعاوية، وهذه تقع في الأردن وبين منطقة الأزرق والصفاوي، وهي نوع من أنواع الشجر يسموه الشجر البطم الأطلسي، معمر. هذا الشجر هو شجر معمري ويسمى نوع اسمه شجر البطم الأطلسي، وهو موجود في بلاد الأردن، موجود في بلاد فلسطين إلى غير ذلك، من الفصيلة البطمية، من الفصيلة البطامية اللي يسموها بستاشيا، والنوع أطلسي أو أتلانتيكا، والاسم العلمي لها بستاشيا أتلانتيكا، بستاشيا أتلانتيكا، هو موجود في هذه البلاد التي هي بلاد الشام، وأيضا موجود في مدينة تازة في المغرب وغيرها من البلاد. وهو يتميز هذا النبات، يقاوم الجفاف، وأيضا كما رأيتم في الصورة ظلاله وفيرة، ظلاله وفيرة جدا كما أنتم ترون الآن عبر هذه الصورة. هذا من حيث هذه الشجرة. من حيث كلام المتخصصين في هذا الباب أحسن الله إليكم، وأنه لا يصح، فهناك من العلماء في بلاد الأردن الذين درسوا هذه الشجرة ونقل وقام بأبحاث على هذه الشجرة أحسن الله إليكم، واسمه إبراهيم موسى الزقرطي، مدير دائرة الدراسات والأبحاث والمستشار الفني في المركز الجغرافي الملكي الأردني سابقا، يقول لا يوجد أي طريق تجاري أو طريق حج يمر بقاع البقيعاوية، وأن عمر هذه الشجرة لا يتجاوز 520 سنة، وهذا بناء على اختبارات أجرتها وزارة الزراعة في الأردن، وضحت هذه الأمور. إذن فدل ذلك أخي المبارك والمستمع الكريم على فساد هذا الزعم من هذه الناحية، وهي ناحية الأبحاث. أما من الناحية الشرعية أيها الكرام المبارك، لم يثبت شيء أبدا في هذا، لم يثبت شيء في هذا، وإنما هي عبارة عن تخرصات وزعم من ليس له أثارة في العلم الشرعي. ثم لو تنزلنا في المحاورة وفرضنا فرضا جدليا ثبوت ذلك، فلا يجوز زيارته وتقصده، لأنه من السبل المفضية للشرك والغلو الذي نهى الشارع عنه. ودليل ذلك في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة في حديث المعروف بن سويد، قال: كنا في سفر مع عمر بين مكة والمدينة، فصلى بنا الفجر فقرأ في الركعة الأولى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وفي الركعة الثانية قرأ: لإيلاف قريش إيلافهم، إلى آخره. وهذا يدل على التخفيف في السفر في صلاة الفجر، لأن النبي قرأ يوما الزلزلة في ركعتين،
ثم رأى أقواما ينزلون فيصلون في مسجد مكان. والله عز وجل قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، يعني مكان نزلوا يصلوا فيه. فسأل عنهم عمر، وهذا فيه أن الإنسان يسأل ولي الأمر العالم في صحبة كذا، يسأل إذا وجد فعلا غريبا. فقالوا: مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاء، يعني مكان يصلى فيه. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن نافع قال: بلغنا أن عمر قطع الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن الناس يأتونها. وهذا كله دلالة على قفل هذه الأبواب المفضية إلى وسائل وذرائع الشرك. والنبي قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثة الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما عند أحمد والنسائي وغيرهما. ومن جهة الأئمة المتبوعين، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وزيارة تلك المساجد التي بنيت، وهذه الأماكن التي يذهب الناس إليها، فلم يستحبه أحد من الأئمة. حتى الإمام مالك يقول: كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي عليه الصلاة والسلام، عدا قباء وأحدا. يعني في المدينة في ناس كانت تروح المساجد السبعة، كان مالك يكره ذلك وغيره من أهل المدينة من علمائها، إلا قباء وأحد، لأن ورد فيها الدليل النبي كان يأتيها كل سبت في قباء عليه الصلاة والسلام، وقال: تعدل عمرك، ما عند ابن ماجه من حديث ابن عمر. وأحد لورود ذلك عليه الصلاة والسلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم يقول: وزيارة المساجد التي في مكة فإنها لا تجوز إلا المسجد الحرام. وهناك كان مسجد موجود في سفح الصفا عند جبل أبي قبيس، والمسجد الذي هو ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام مكتب خانة. قال: فليس من السنة ولم يستحبه أحد من الأئمة. ثم قال رحمه الله: وقصد الجبال والبقاع حول مكة كحراء وجبل ثور وقبة الفداء التي هي قريبا من منى، قال: فليس إتيانه من السنة بل هو بدعة. وهناك رسالة ماتعة للشيخ العباد محدث المدينة بعنوان: رسالة في التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة. فدل أيها الكرام الباركون هذا الكلام من كلام أهل العلم ومن كلام الأئمة ومن كلام السلف، وأن هذا لا يجوز وهذا الفعل لا يصح. وقس عليه كل ما ينشر الآن، يقول لك: هذا آثار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بيته، وهذا خفه، إلى غير ذلك، وكلها زعم كاذب. وهنا صلى تحت هذه الشجرة ونام تحتها واستظل بها، كل هذا باطل لا يصح. نفع الله بكم وجزاكم الله خير، وتم تحريره صوتيا في ليلة الثلاثاء لأول الأيام البيض 13 خلونا من جماد الآخر عام 40 و400 ألف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الموافق ل 18 من الشهر الثاني لعام 19 و2000 بالتقويم الجريجوري. نفع الله بكم جميعا، وتم تحريره صوتيا بمدينة الخرطوم بجمهورية السودان، حفظها الله وحرسها وبلاد المسلمين جميعا. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.